يجب السهر على ملاحظة ومراقبة توفر كل الوسائل المذكورة في دفتر الشروط قبل الإمضاء على أوامر انطلاق الإنجاز كما قلت. وهذه من الأساسيات، فقد لاحظنا أنه في بعض المشاريع يعني تمضى الأوامر لزودياس دو ديمارج دي ترافو من دون ملاحظة وجود الوسائل المنصوص عليها في دفتر الشروط. وأنبهكم بأنه سوف يرفض كل طلب إعادة تقييم من هنا فصاعدا. إن تجاوز مستوى 10% من المبلغ المرصود أساسا لإنجاز المشاريع. وكما أصر على ضرورة الالتزام بالعمل لإنجاح التجسيد الفعلي لرقمنة الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية، بحيث ستسمح بتحقيق أكثر شفافية ومنافسة وربح الوقت والتكاليف، كما ستكون آلية فعالة لمحاربة الفساد.